24 بودكاست فيلم قص مع علي أبو كباش. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست فيلم قص. ها نحن قد وصلنا إلى بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 14 من يونيو الجاري بلقاء افتتاحي يجمع منتخب ألمانيا وإسكتلندا على ملعب أليانز أرينا، إذ ستشهد النسخة 17 من المسابقة الأوروبية تنافس 24 فريقا عبر 51 مباراة لتحديد الفائز بكأس هنري ديلوناي صاحب فكرة أمم أوروبا الذي تحمل الكأس اسمه. وسيتوج البطل في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 من يوليو المقبل. ولعلكم أيها الأصدقاء وضعتم ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وهولندا وكرواتيا وبلجيكا والبرتغال في قائمتكم المرشحة إما للظفر بالكأس أو الوصول إلى الأدوار الحاسمة، أليس كذلك؟ أصدقائي الأعزاء، لنتحدث عن المرشحين للقب هذه المرة. بحسب توقعات الكمبيوتر العملاق، فبعد خسارة إنجلترا لنهائي بطولة أمم أوروبا 2020 على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح أمام إيطاليا، أصبح فريق المدرب غاريث ساوثغيت الإنجليزي هو المرشح المفضل لبطولة أمم أوروبا الحالية، بينما يأمل الإيطاليون في الاحتفاظ بلقبهم هذا الصيف. وعلى الهامش سيتطلع كريستيانو رونالدو إلى إضافة المزيد إلى رصيده القياسي من الأهداف في بطولة أوروبا مع منتخب البرتغال، بينما يطمح مهاجم ريال مدريد الجديد كيليان امبابي إلى مساعدة فرنسا على الفوز بأول لقب لها في بطولة أمم أوروبا منذ عام 2000. وهناك أسئلة: هل تستطيع إنجلترا الفوز بأول لقب كبير لها منذ كأس العالم عام 66 بعد حصولها على المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 2020؟ وهل تصبح إيطاليا أول دولة تحتفظ بالبطولة الأوروبية منذ إسبانيا 2012؟ وهل يمكن لألمانيا أن تصبح أول دولة مضيفة تفوز باليورو منذ فرنسا عام 84؟ أو هل يستطيع أحد المنتخبات الأجنبية الفوز بالبطولة رغم كل الصعاب مثل اليونان في عام 2004؟ بالنظر إلى التوقعات، تضم المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا وإسكتلندا وهنغاريا وسويسرا، ويتوقع الكمبيوتر العملاق تأهل المنتخب الألماني بسهولة من هذه المجموعة بنسبة 88%. وبالنسبة للفرق الثلاثة، فإن سويسرا تحظى بالفرصة التالية خلف منتخب ألمانيا، ومن ثم سويسرا، ويليها منتخب هنغاريا ثالثا وإسكتلندا في ذيل الترتيب. في كل مرة كانت فيها ألمانيا المضيفة الوحيدة لمسابقة كبرى، أنهت البطولة بين الأربعة الكبار وفازت بكأس العالم عام 74، ووصلت إلى الدور نصف النهائي في بطولة أوروبا عام 88، واحتلت المركز الثالث في كأس العالم عام 2006. ولكن لا بد من القول بأن هذه العروض والأرقام أصبحت من الماضي في ظل المتغيرات الكثيرة التي رافقت منتخب ألمانيا في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد خروجه من كأس العالم الأخيرة في قطر من دور المجموعات. وبالنظر إلى المجموعة الثانية التي تضم فرق إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا، فإنها المجموعة الأكثر تحديا في البطولة. إسبانيا هي المرشحة لبلوغ دور 16 بنسبة 89% من خلال عمليات المحاكاة الافتراضية لمواجهات الماتادور الإسباني، وبذلك يعتبر فريق لويس دي لافوينتي هو المرشح لصدارة المجموعة بنسبة 47%.
ومن المتوقع أيضا أن تنضم إيطاليا بنسبة 80% وكرواتيا بنسبة 68% إلى منتخب لاروخا في مرحلة خروج المغلوب. أما منتخب ألبانيا فلديهم فرصة بنسبة 33% للتأهل إلى دور 16، لكن إذا تمكنوا من تحقيق بداية جيدة في المباراة الافتتاحية أمام إيطاليا فلا يجب استبعادهم. وباستثناء ركلات الترجيح، خسر المنتخب الإسباني 2 فقط من آخر 22 مباراة له في بطولة اليورو، إذ فاز في 13 مباراة وتعادل في 7. لكن الأمر المثير للقلق بالنسبة لإسبانيا هو أن هاتين الهزيمتين جاءتا أمام كرواتيا وإيطاليا في بطولة يورو 2016، ووصلت إسبانيا إلى مرحلة خروج المغلوب في 6 من آخر 7 مشاركات لها في بطولة أوروبا. وبالنظر أيها الأصدقاء إلى المجموعة الثالثة، فإن إنجلترا هي المرشحة الأوفر حظا لبلوغ دور 16، ومنتخب الدنمارك هو الفريق الأكثر احتمالا للانضمام إلى إنجلترا، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد منتخبي صربيا وسلوفينيا. فهل يتمكن منتخب إنجلترا أخيرا من الفوز بأول بطولة كبرى للرجال منذ عام 66؟ في المجموعة الرابعة يعد المنتخب الفرنسي من المرشحين للفوز بالبطولة، وانضم إليه في ذات المجموعة كل من هولندا وبولندا والنمسا. ومن المتوقع أن تمر فرنسا بسهولة إلى دور 16، وهي المرشحة لتصدر المجموعة الرابعة، ومن المتوقع أن تتبع هولندا فرنسا، ومن غير المتوقع أن تهدد النمسا وبولندا المركزين الأول والثاني، لكن لا تزال لديهما فرص جيدة للتأهل لمراحل خروج المغلوب. أصدقائي الأعزاء، يتمتع الفرنسيون بسجل مسيطر في المواجهات المباشرة ضد جميع خصومهم في المجموعة الرابعة، بما في ذلك هولندا التي تغلبوا عليها مرتين في التصفيات. في المجموعة الخامسة من المتوقع أن تتقدم بلجيكا بسهولة للتأهل من الدور الأول، وكذلك احتمال تصدر المجموعة، وتحظى أوكرانيا بأفضل فرصة للتقدم على منتخبي رومانيا وسلوفاكيا اللذين من المؤكد أنهما قد يهددان أوكرانيا على المركز الثاني. وفي المجموعة السادسة والأخيرة تعتبر البرتغال مرشحة بقوة لبلوغ الدور ثم نهائي، ومن المرجح أن تنضم تركيا إليهم برفقة منتخب تشيك. ويبدو أن منتخب جورجيا لا يجد الحظوظ القوية للتأهل من المرحلة الأولى في البطولة، ولدى البرتغال فرصة جيدة للمضي قدما في ألمانيا والفوز بلقبها الثاني في بطولة أوروبا. ولكن السؤال الكبير، هل تكون البرتغال أفضل بوجود كريستيانو رونالدو أم أقوى من غير وجوده في التشكيلة؟ وأنتم أيها الأصدقاء، ما هو المنتخب الذي تتوقعون فوزه ببطولة أمم أوروبا؟ إلى اللقاء.